أهلا بكم متابعي قناة صافي الخياطة والنوعات، مكملين مع بعض في باترون البلوزة. واحنا زي ما اتفقنا، الباترون اللي أنا بعمله ده بداية بسيطة جدا للباترون، بس علشان للمبتدئين يكون سهل ومبسط عليهم. عملنا الأمام في الحلقة الأولى. انا على فكرة مرقمة الحلقات علشان اللي بيتابع يعرفهم يعرف يتابعهم كويس. خدنا البلوزة، قلنا دوران الصدر عندي 96. 96 هقسمها على 2 وطلعت 48. 48 قسمتها على 2 طلعت 24، وال24 ده هياتي عرض الباترون. فهشوف هعملهم ازاي. هاجي اعمل دوران الرقبة، ودوران الرقبة طلع لي 7 سنتي. طلع لي 7 سنتي ازاي؟ انا قسمت 24 على 2، يعني ممكن اقسمهم على 2 مرتين او على 4، فطلع لي 6 سنتي. ده اصغر ناتج او اخر ناتج. ال6 سنتي دي هزود عليها 1 سنتي أساسي، بقى 7 سنتي. ال7 سنتي دي دوران الرقبة. هعمل دوران الرقبة، واللي هيفرق لي دوران الرقبة الأمامي عن الخلف في الطول. أدي عرض الرقبة 7 سنتي. هنزل في الأمام، كنت بنزل 7 عرض و7 طول. أنا المرة دي مش هنزل 7 طول، لا هنزل 1.5 او 2 سنتي بالشكل ده، 2 سنتي او 1.5. ايه، 1.5 سنتي او 2.5 انا نزلتهم، وهعمل المستطيل بالشكل ده، وهعمل دوران الرقبة بتاع الخلف، لأن أنا عندي الجسم من الخلف عالي مش زي الأمام، فالرقبة بيبقى شايفينها. أنا عاملة النزول 1.5، فأنا عاملة الرقبة 1.5 أو 2 سنتي بس. بعدين هعمل المستطيل اللي انا عملته في الامام، اللي هو دوران طول الوسط انا قسمته على 2، طول الوسط 1.42 على 2 طلع لي 21 سنتي. ال21 سنتي ده هحتاجه في ايه بالظبط؟ انا هحتاجه علشان اطلع طول حردة الابط. هاخد 21 وهعمل العلامة بتاعتي، وعندي عرض الكتف 13 سنتي. ادي 13 سنتي، 13 سنتي و27، فالمستطيل هيبقى طول 21 وعرضه 20 سنتي. بالشكل ده ده المستطيل، طوله 21 عرضه 20. العرض 20. ليه العرض 20؟ لاني انا عندي الرقبة 7 سنتي والكتف 13 سنتي، فالاتنين مع بعض 20. عندي دوران الصدر، دوران الصدر عندي 24. ادي 24 سنتي بتاعتي. وهطلع في المثلثة عند الركنة دي، هطلع 1 سنتي أو 1.5، وهعمل دوران الإبط بالشكل ده. بعدين عندي ميل الكتف زي ما عملنا في الأمام، 2 سنتي أو 1.5، وهوصلهم بالشكل ده. وعندي
دوران اكبر حجم احنا قلنا 100 قسمته على 2 مرتين فطلع لي 25. ادي 25 كده. انا قصيت الخلف ده الربع ومعايا الربع الامامي، ده الربع الامامي اللي قصيته معاكم. لو حطيناهم على بعض انا كده بقي معايا ربع امام وربع خلف، كل واحدة في دول انا هحطها على القماش مطبق، فلما احطها على القماش مطبق وافردها هيطلع لي البلوزة بالكامل. لو هفترض ان ده القماش بتاعي، ده القماش هطبقه بالشكل ده، هطبق القماش بالشكل ده و هحط عليه الباترون بالمنظر ده واثبت. واثبته بالدبابيس. لو انا بقص على قماش حقيقي هسيب مسافة سنتي للخياطة، يعني هسيب مسافة سنتي هنا للخياطة، مش هقص على الورق على طول زي ما انا بقص كده. لو قماش انا هسيب وده كان الباترون بعد ما حطيته على الورقة مطبقة على اساس انها قماشة. هنشوف الشكل طلع ايه. هفرده كده، طلع لي نص البلوزه من ورا، نص البلوزه الخلفي. يعني انا لما بعمل برسم على الربع بيطلع لي الربع مطبق، لما افرده هيطلع لي نص البلوزه بالشكل ده. اتمنى ان هي تكون واضحه. ابعتولي اسئلتكم، لو في اي حاجة مش واضحة ابعتولي عليها. اللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك علشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير.